هذا الشيء مهم هم في الدنيا وهم في الآخرة، وهذا الشيء هو حسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يموتن أحدكم إلا وقد أحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة. كل شيء له ثمن، ما هو ثمن الجنة؟ حسن الظن بالله.